السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمنا لتقديم المزيد. صفية جلال تفعلها بالإرادة والشجاعة، وتلتحق بركب المتوجين وتتوج بالميدالية الذهبية في رمي الجل بالألعاب البارالمبية بطوكيو 2020، لتضيف الميدالية الذهبية الثالثة للبعثة الجزائرية المشاركة في طوكيو في اليوم السابع للألعاب، فهنيئا لها وللجزائر بهذه الميدالية.